أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أحداث وأصداء. وضع إنساني وميداني معقد ذاك الذي يعيشه اليمن هذه الأيام. على المستوى الإنساني، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد ضحايا الكوليرا في اليمن ارتفع إلى ما يقرب من 2000 حالة عند تفشي المرض أواخر شهر أفريل الماضي. أما عدد حالات الإصابة بالمرض فقد يفوق 400,000 حالة. كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن بسبب انتشار الأمراض والأوبئة وسوء التغذية. حالات المرض هذه يضاف إليها أنواع أخرى من المعاناة الإنسانية، فقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إلى وجود نحو 2 مليون نازح داخل اليمن فقدوا أماكن سكنهم الطبيعية وهم نازحون داخليا منذ أكثر من عام. الوضع الميداني هو المتسبب في هذه المآسي الإنسانية، معقد كذلك هو ويبحث كذلك عن مخرج، إذ تتواصل المعارك وتبادل القصف المدفعي والصاروخي اليومي بين القوات الشرعية والميليشيات التابعة لصالح والحوثيين. فما هو السبيل للخروج من المأزق اليمني، وهل سينهي السلاح مآسي اليمنيين؟ ولماذا فشل التحالف العربي لحد اللحظة في إنهاء التمرد وإعادة الشرعية لليمن؟ أسئلة أطرحها على ضيفي هنا معي في الأستوديو، الدكتور محمد جميح الكاتب الصحفي والأستاذ علي المصفري المحلل السياسي اليمني. مرحبا بكما. أهلا وسهلا معنا. دكتور محمد، أبدأ معك هذا هذه الحلقة فيما يتعلق فعلا بهذا الوضع الإنساني. يعني منظمات محلية وحتى دولية تتحدث عن سوء الحالة، سوء الوضع هناك. السؤال الذي يتبادل الذهن ربما من الوهلة الأولى، من المتسبب في هذه الحالة الإنسانية الحالية؟ المتسبب الحرب هي السبب، والأطراف المختلفة في المشاركة في الحرب طبعا تتحمل مسؤوليتها بشكل أو بآخر. لكن في هذا السياق يعني يفترض أن نقول بأن الأمم المتحدة اقترحت خطة إنسانية لميناء الحديدة، كان يمكن أن تخفف من الوضع الإنساني الحاد. هذه الخطة تقوم على أساس تسليم الحديدة ميناء ومدينة لطرف محايد داخل اليمن من قوات عسكرية لم تشترك في الحرب لا مع الشرعية ولا مع الإنقلابيين، وبإدارة تجار وأصحاب رؤوس أموال يديرون الميناء ويجبون الضرائب والجمارك من على البضائع، ثم تورد هذه الأموال إلى حافظة في البنك المركزي اليمني محايدة أيضا، وتسلم مرتبات الناس التي هي جزء من الأزمة الإنسانية في البلد. ويمكن أن يصل إلى الميناء ويدخل عبر الميناء مواد الإغاثة الإنسانية، المواد الطبية، ويمكن أيضا أن تنشط حركة السفن والتجارة. من الذي عرقل هذه الخطة؟ الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله الصالح. ولد الشيخ الآن في الرياض، التقى بالرئيس هادي بالأمس، التقى بالزياني، عرض الخطة عليه. الحكومة الشرعية يبدو أن هناك موافقة على هذه الخطة، مع أن الموافقة على هذه الخطة يعني أن الحكومة الشرعية تتنازل عن سيادتها على جزء من اليمن. ولكن من أجل أن نتلافى الوضع الإنساني قررت الحكومة فيما يبدو أن توافق على هذه الخطة من أجل حل مسألتين، مسألة دخول المساعدات الإنسانية، ومسألة أيضا رفع القيود على التجارة، وأيضا مسألة توفير أموال من أجل دفع مرتبات الموظفين الذين بلغ لهم الآن 10 أشهر دون استلام مرتبات. نعم أستاذ، الحوثيون يرفضون هذا. سنعود للتفصيل. أستاذ مصر، دكتور جميح قال أن المسؤول على الوضع الإنساني هي الحرب، وهذا صحيح، لكن بدءا من المتسبب في الحرب؟ يعني ألم يكن أمام دول التحالف العربي وسائل أخرى لإخراج أو إيقاف أو التعامل خلنا نقول مع الحوثيين حينما دخلوا صنعاء؟ لا، أنا مش مع هذا الرأي أن الحرب هي السبب. الحرب هي نتيجة نتيجة لأخطاء قاتلة قبل ذلك اللي أدت إلى الحرب، ابتداء من المبادرة الخليجية اللي همشت قضية الجنوب الأساسية، إضافة إلى قضية صعدة أيضا من الهلالين. صعدة، نعم، حينه في تلك اللحظة التاريخية. والقضية الثانية الأساسية أنه أيضا خلال مؤتمر الحوار كل المكونات السياسية اليمنية تجاهلت قضية الجنوب وهمشتها ولم تجد
أبدا حتى نقطة واحدة. ماذا تقصد تجاهلت أطراف الحوار تجاهلت الجنوب؟ كانت كل الحوارات في المبادرة الخليجية وكل الحوارات في مؤتمر الحوار الوطني عبارة عن أن نفكر اشتباك بين القوى المتصارعة على السلطة للدخول للقصر الجمهوري داخل صنعاء، بين الإصلاح وجماعة الأخوان المسلمين من جهة والأذن حليفهم في اللقاء المشترك الاشتراكي والناصريين والبعثيين ولا آخر، وما بين أيضا علي عبد الله الصالح حينه. فبالتالي الحرب جاءت نتيجة لأنهم رفضوا الجماعة، المركز المقدس الحوثيين وصالح رفضوا أنهم يعني يذهبون إلى الستة الأقاليم، واعتبرون الأقلمة معناته نزع السلطة نهائيا من المركز المقدس داخل صنعاء. فبالتالي الحالة الإنسانية الآن اللي تردت وأصبحت عبارة عن كارثة في اليمن سواء في الشمال أو في الجنوب هي عبارة نتيجة لمن؟ نتيجة للحرب، ولكن الحرب كانت نتيجة لتلك الأخطاء. هو الآن دكتور مسفر أنه الحرب حصلت والمآسي صارت واقع حال الآن، ليس فقط في الأماكن التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي بل حتى فيما تسمى بالمناطق المحررة، الأزمة الإنسانية ما زالت متواصلة. دكتور جميح، لماذا حتى في هذه الأماكن المحررة لم تستطع دول التحالف ولا حتى الشرعية التخفيف من مآسي اليمنيين هناك؟ هو يعني لكي نكون منصفين ينبغي أن نفهم بأنه في المناطق المحررة انهارت منظومة متكاملة. يعني كان نظام الرئيس السابق علي عبد الله الصالح كان هو المسيطر في كل أجزاء اليمن، وعندما انهار النظام في المناطق المحررة سواء كان في الجنوب أو في بعض مناطق في تعز أو في مأرب، عندما انهار انهارت المنظومة، لأن الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والأجهزة الإدارية كانت بإدارة هذا النظام، وبالتالي حصل هذا الفراغ اللي حصل. ولذلك شهدت عدن خلال الشهور الأخيرة أو الشهور الماضية شهدت عمليات إرهابية وشهدت عمليات أمنية مختلفة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن ينهار نظام في مكان ما ثم يبنى نظام جديد باللحظة نفسها، لابد أن يأخذ وقت. ونتوقع أن تكون هناك يكون هناك إرهاب، تكون هناك عمليات أيضا. دكتور جميح، سؤالي يعني مش على إعادة ليس على إعادة النظام في الأماكن المنهارة، سؤال واضح ودقيق. هناك مأساة إنسانية، هناك آلاف اليمنيين، الإحصائيات تقول أنه من مات بالأمراض يتجاوز ربما 10,000 أكثر ممن مات تحت القصف. الأماكن المحررة تصبح مسؤولية الشرعية والدول التحالف أنها ترفع، مش تديرها، ترفع عنها هذه المأساة الإنسانية، الكوليرا والمجاعة وسوء التغذية. لماذا تأخرت إلى حد الآن؟ هل هناك داخل التحالف العربي نفسه يعني تضارب مصالح؟ هل هناك داخل التحالف العربي نفسه عدم التوافق على كيفية حتى إدارة الأماكن المحررة؟ لأن هذا كلام موجود ومنثور في وسائل الإعلام. دعني فقط أصحح معلومة، لا يوجد رقم 10,000 قتيل أو ميت بالكوليرا، هذا غير موجود. أرقام الأمم المتحدة في حدود يعني 1400 إلى 1500 يعني الذين ماتوا بفعل هذا المرض. لكن أنا أقول بشكل واضح، على كل أن تأتي بأرقام، أنا كذلك في البحث وأنا أين الأرقام؟ 10,000 عن 10,000 ماتوا بسبب المرض، 9,000 ماتوا بسبب القصف. 10,000 هذه إحصائية الأمم منذ المتحدة منذ بداية الحرب، الذين قتلوا في الحرب 10,000. أما الأمم المتحدة فهي تتحدث عن بضع مئات، بمعنى ليس بضع مئات وإنما في حدود 1,600. منظمة الصحة العالمية تتحدث عن ضحايا الكوليرا 1,847. إذن من أين أتت الكوليرا؟ بس من أين ترقم 10,000؟ الناس لا تموت بالكوليرا، تموت بسوء التغذية، تموت بأمراض أخرى. أنت قلت أن هناك 10,000 ضحايا الكوليرا، هذا غير لا صحيح. لا لا لا، قلت ضحايا المرض مش كوليرا، أمراض كثيرة. لا، ضحايا الحرب. أنت تقصد ضحايا الحرب. ضحايا الحرب 9,000 بسبب الحرب؟ نعم، بشكل عام ضحايا الحرب بالأكثر من 10,000. كم عدد الضحايا بصفة عامة الآن؟ عندكم إحصائيات؟ لا توجد أرقام دقيقة، لكن لا يوجد أيضا رقم، لا يوجد رقم 10,000 راحوا نتيجة الأمراض، هذا غير صحيح. لكن بشكل عام، بشكل عام الحكومة الشرعية طبعا ليست مجموعة من الملائكة. نعم. التقصير الحاصل فيما يخص الوضع في عدن والوضع في المناطق المحررة سواء كان على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإنساني تحمل الحكومة. لكن علينا أن نعرف اليوم بأن الحكومة بدأت بخطوات وإن كانت بسيطة. اليوم معظم الحكومة موجود في العاصمة عدن،
الرئيس لا يزال موجود صحيح خارج البلاد، لكن ينبغي أن نعرف بأن ما حقق وما أنجز من قبل التحالف العربي سواء اتفقت معه أو لم تتفق في اليمن من خلال السنتين الماضيتين مقارنة بما أنجزته تحالفات أخرى سواء كان في سوريا أو كان في أفغانستان. التحالف الدولي لمحاربة الطالبان والقاعدة في أفغانستان يعد ما أنجز في اليمن من دحر الميليشيات الإنقلاب في اليمن خلال هذه الفترة يعد قياسيا، وبالتالي نحن يمكن أن ننتقل التحالف العربي لسقوط ضحايا مدنيين، يمكن أن ننتقل التحالف العربي لوجود ربما يعني عدم توافق في الرؤى داخل دول التحالف العربي ما يخص اليمن، يمكن أن ننتقده في هذا الشأن، لكن أن نقول بأن جهود التحالف العربي ذهب السودان وأن لا يوجد شيء تحقق على الأرض اليوم كما هو معروف. يعني كان الحوثيون والدكتور علي يعرف كانوا في 2014 كانوا على ساحل عدن وهم اليوم داخل صنعاء، وقوات الشرعية صحيح أنها تأخرت عن صنعاء لكن على الأقل هم الآن في المديرية الأولى من صنعاء، وبالتالي هناك إنجازات كبيرة على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي أيضا مقارنة بالتحديات الموجودة على الأرض. مقارنة بالتحديات. طيب سأعود إليكم ضيفي الكريمين، الآن نتحول إلى برمنغهام إلى الزميل أحمد البكري، طبعا كان في اليمن الحمد لله على السلامة أحمد. سؤالي حول المشاهدات التي يمكن تذكرها لنا، ما رأيت هناك في الفترة الأخيرة أو الفترة التي قضيتها هناك خاصة على المستوى الميداني ثم بالدرجة الأخص على المستوى الإنساني، ما الذي رأيته بالتحديد أحمد؟ تحية لك سمير ولضيفيك الكريمين والمشاهدين الكرام. حقيقة يعني كنت في زيارة إلى اليمن، عدت هذا الأسبوع من هناك، زرت فيها حضرموت، زرت عدن، زرت صنعاء، ومريت على ذمار أيضا والعديد من المناطق. معاناة أصبح يعانيها المواطن اليمني لكي يصل إلى بلاده، المطارات مغلقة، يوجد منفذ جوي وحيد هو مطار عدن، ولكن التكلفة يعني أصبحت باهظة جدا بالنسبة للمواطن اليمني الذي يريد أن يسافر إلى هناك أو الذي يريد أن يخرج أيضا من اليمن للعلاج أو غيره. أنا تمكنت دخول اليمن عن طريق عمان، عن طريق المنفذ البري، رحلة طويلة جدا استغرقتني 16 ساعة لكي أصل لأول مدينة وهي مدينة سرين في حضرموت. الوضع الميداني إذا تحدثنا عن عدن أو عن العاصمة صنعاء، الوضع الإنساني متفاقم سيء جدا كما تشير كثير من التقارير الدولية. وضع الخدمات أيضا متردد بشكل كبير، طاقة الكهرباء، المياه، الخدمات الصحية تقريبا انهيار تام. الخدمات الصحية الحكومية أصبحت المستشفيات الحكومية تقدم خدمة بسيطة جدا، المستشفيات الخاصة التي تستلم مقابل نقدي للعلاج وتكلف أصبح عليها ضغط كبير جدا وكأنك تذهب إلى مستشفى حكومي، طوابير يعني طويلة لكي يستطيع المريض أن يرى الطبيب أو يتلقى العلاج. على مستوى السفر يعني داخل اليمن، الرحلة التي كانت تستغرق على سبيل المثال ساعتين أو ثلاث ساعات أصبحت تستغرق ربما 9 أو 10 ساعات لكي تصل إلى مدينة أخرى، نقاط التفتيش يعني تملأ الطرقات. هذا تقريبا يعني مجمل الوضع الذي طيب أحمد، المواطن اليمني يحاول أن يتعايش مع هذه. نعم، هذا سؤالي كان حول المواطن اليمني بداية، كيف يتعايش مع هذا الوضع؟ ثانيا، ما الذي يقوله المواطن اليمني فيما سمعت على الأقل أنت من موقف تجاه التحالف العربي الذي عنده مدة الآن وهو يحاول إنقاذ اليمن أو إخراج الحوثيين من صنعاء ولم يفلح في ذلك، ما موقف المواطن اليمني من التحالف العربي؟ نعم، المواطن كما ذكرت يعني يحاول أن يتعايش مع هذه الظروف. يعني أنا قابلت أناس لم يستلموا مرتباتهم منذ 10 أشهر، ومع ذلك يحاولون أن
يوفروا الاحتياجات الأساسية بأي يعني بشتى الطرق. إذا تحدثنا عن عدن على سبيل المثال وما تشهده المدينة من يعني أزمة سياسية إذا صح التعبير فيما يتعلق بالوضع السياسي هناك ومقدرة الحكومة على القيام بدورها والمحافظ الذي إلى الآن لم يستطع استلام مبنى المحافظة والدخول إلى مكتبه الرسمي والدولة الإماراتي الموجود. التقيت بأناس يعني أصبح المواطن العادي المواطن البسيط ربما لا يكترث سواء لحكومة شرعية أو لتحالف أو لمجلس انتقالي أو لغيرها من هذه المكونات. المواطن أصبح يبحث عن خدمة عن خدمات عن كهرباء عن درجات الحرارة عالية جدا في عدن تنقطع الكهرباء يعاني الطفل المرأة الشيخ الكبير المريض. فتحدثت إلى أناس يعني وصلوا إلى درجة ليحكمنا من يحكم ولكن نريد خدمة توفر نريد يعني خدمة طبية مستشفى مواد بترولية مواد غازية كهرباء. يعني أصبح المواطن يبحث عن طبعا أصبح المواطن عنده أولويات في نهاية الأمر الآن أولويته صارت هو صارت هي كيف يأكل كيف يعني يتداوى من الأمراض كيف يستقر كيف يعيش في أمن يعني هذا قبل بصرف النظر. أحمد أنا أشكرك شكرا جزيلا بارك الله فيك. لديك ما تضيف؟ يعني في صنعاء فقط يعني مع سيطرة جماعة الحوثي عليها يعني هناك الكثير من التناقضات داخل المدينة يعني هناك من لا يجد قوت يومه لشراء الحاجيات الأساسية الطعام الأساسي وهناك من يعيش يعني عيشة مرفهة ويبني المنازل والقصور والكافيهات والأفراج السكنية. الوضع الكارثي الذي تعيشه صنعاء استفادت منه جماعة الحوثي ومن يتبع لجماعة الحوثي في تكوين ثروة. يعني تستغرب عندما تمر في صنعاء ترى برج سكني يكلف أكثر من 100 مليون دولار على سبيل المثال من أين جاءت هذه الموارد؟ نعم. واضح وفي أنباء الآن على أنه حتى أملاك الدولة صارت توزع على بعض الرموز الحوثيين والقيادات الحوثية. شكرا لك أحمد البكري زميلنا الإعلامي معنا هنا في القناة كان طبعا لسه واصل من هناك فمشاهداته جديدة. وحتى أجيب الأستاذ دكتور جميح على الأرقام من أين جاءت 10,000. المجلس النرويجي للاجئين ذكر أن بيانات وزارة الصحة في صنعاء يعني الصحة اليمنية أفادت بوفاة 10,000 يمني بسبب الظروف الصحية. وزارة الصحة الانقلابية في صنعاء. مهم يعني هذا المال في صنعاء. نعم. الرقم أخي العزيز الرقم نحن لسنا في جدل الرقم المعتبر من الأمم المتحدة هو بالنسبة للكوليرا وغيرها من الأمراض. مجلس النرويجي اللاجئين تابع للحوثيين هذا. وينقل عن وزارة الصحة في صنعاء. هذه ليست أرقامه. هو نقل عن وزارة الصحة هذه أرقام وزارة الصحة في صنعاء. 10,000 يمني ماتوا بسبب بمعنى الحوثيين يقولون لكن الأمم المتحدة تقول بأن الرقم يصل إلى حدود 1600. رقم كبير ومأسوف يعني على الضحايا أيا كانوا لكن بسبب الأمراض لكن أن يصل الرقم بسبب مرض الكوليرا إلى 10,000 هذا كلام الحوثيين. هذا كلام حوثيين. طيب لكن يبقى دائما دكتور مصفري فيما يتعلق دائما بالحديث عن سبل التوافق الآن واضح أن مرت مدة الوضع صحيح هناك أماكن محررة ولكنه ما زال تقريبا يراوح مكانه في أماكن كثيرة. هل هناك إمكانية للخروج من هذه الأزمة بغير وسيلة الحرب وغير وسيلة السلاح؟ هل مطروحة هذا التصور سواء من التحالف العربي أو حتى من الحوثيين؟ نعم. طيب توجد إمكانيات عديدة. يفترض الآن من إعادة الحسابات كلها أولاً في إطار الشرعية. الأخوة في الشرعية للأسف الشديد بدل أنهم يكونوا شركاء حقيقيين في شراكة مع الأخوة في الجنوب من أجل إنهاء الانقلاب داخل صنعاء وقطع يد المشروع الإيراني برمته داخل اليمن وأيضاً في نفس الاتجاه الاستراتيجي لعاصفة الحزم وإعادة الأمل للأسف ذهبوا الآن وأداروا ظهرهم إلى الجنوب وكأن الجنوب هذا بعبع. الآن جمدوا هذه كلها العملية الكارثية الآن موجودة سواء داخل الشمال أو داخل الجنوب
من خلال تطبيع الأوضاع كان يفترض عليهم من البداية بعد تحرير عدن والمناطق الشاسعة داخل الجنوب يأتون بتطبيع الأوضاع الأمنية ثم الانتقال الخدماتية والاقتصادية انتهاء بالراتب والبنية التحتية. تصور إلى درجة أنهم حتى المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار تم تجميدها إلى اليوم الآن. لما جاء المفلحي وجاءت بندغ إلى عدن كان في اتفاقية مع الأخوة في القطاع العام المؤسسة العامة للإنشاءات في عدن مع محافظ السابق الزبيري من أجل أنهم يبدأون بإعادة الإعمار بحيث أنه يتفادون عملية الفساد والنهب لهذه المبالغ. الآن بدأوا بها بشكل عبثي غير عادي. ناهيك عن هذا أن رواتب الجنوبيين إلى اللحظة بما فيها حتى الرواتب هناك في صنعاء لم يتم الإيفاء بها. يعني باختصار الوزراء داخل الرياض ومعاشيق في عدن بينما الوزارات داخل صنعاء. فبالتالي الحل الآن من وجهة نظري أنا في حل الأزمة برمتها أولا إعادة الحسابات في إطار الشرعية مع الأخوة في التحالف وخصوصا السعودية. عليها أن تدرك حقيقة واحدة أن الجنوب سند رئيسي حقيقي في أمنهم القومي. وإذا استمروا بعملية الضغط على الجنوبيين حتى هذه اللحظة واستمروا مستقبلا ربما الحاضنة الشعبية هذه والدكتور محمد متفق معي أنها اللي ساعدت الأخوة في التحالف العربي من أجله من أجل أنهم يصلون إلى ربما تنقلب عليهم ربما تتمرد عنهم. وبالتالي الآن على الأخوة العقلاء والحكمة لحظة ثانية واحدة بس الأخوة العقلاء موجودين في الجنوب وموجودين الأخوة أيضا العقلاء داخل الشمال. وأيضا هناك حتى في إطار الشرعية في ناس يمكن أيضا أن يتقبلوا هذا الرأي. الآن إذا كنتم أنتم أغفلتم بين هلالين خلال هذه الفترة الماضية المنصرمة كثير من القضايا وأهمها قضية بناء الدولة داخل صنعاء وأيضا الاعتراف الحقيقي بقضية الجنوب داخل الجنوب. إذا هنالك دكتور مسفري واضح يمكن أن تكون معبر تساعد الأمم المتحدة وبعثها وتساعد أيضا الأخوة في التحالف العربي من أنهم يأتون بحل وسريع. دكتور مسفري واضح أنت يعني أنت جنوبي واضح لكن ما عادش في جنوب في اليمن فصار يمن واحد انتهى الموضوع ما عادش في اليمنيين دكتور جميح معامن دكتور جميح مع الانقلابيين يريدون الجنوب لا ليس مع الانقلابيين يعني شمال اليمن ليس فيه فقط الحوثيين او صالح في يمنيين صلح بيتك اول مره داخل الجنوب صلحه. خلينا نسال دكتور جميح على الحاضنه هذه الشعبيه الان هل هي فعلا في تاكل الحاضنه الشعبيه التي كانت في البدايه داعمه للتحرك العربي؟ أنا فقط يعني مسألة تسييس الوضع الإنساني كما يحاول الدكتور علي لصالح قضية الجنوب أو لصالح قضية الشمال أو لصالح الطروحات التي يؤمن فيها هذا لن يفيد الوضع الإنساني. الوضع الإنساني بشكل عام في الجنوب والشمال مأساوي وبالتالي لا أتصور أنه إذا وصلنا إلى حل لقضية الجنوب سيتعمر الوضع الإنساني أو سيؤثر على الوضع الإنساني بهذه الصورة. الوضع أعقد ما يمكن أن نتصور على مستوى القضايا كلها. بالنسبة للتعامل مع قضية الجنوب بهذا الشكل الآن يعني المواطن العربي الذي يعرف أن الرئيس اليمني هو من أبيان الجنوبية ورئيس الوزراء اليمني ورئيس الوزراء خلي الدكتور يواصل ثم أعود إليك. الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي من أبيان من الجنوب ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر من الجنوب ووزير الداخلية القضاء على قضية الشمال والجنوب بمعنى أنه لا توجد هنالك أفكار جنوب شمال إلا في مخيلة عيدروس الزبيدي وأخونا الدكتور علي وعدد من الذين يعني من الذين يغررون بهم 22 مليونية خرجوا بالشارع 22 مليونية خرجوا للشارع يعني هذول ما تحترم إرادتهم أنت. عندما نأتي إلى ساحة محصورة في المعلة أو ساحة محصورة في خور مكسر لا تتسع إلا لمئة ألف إنجاز أن تتسع لهم ثم نقول أننا أخرجنا مليونية. يمكن أن نتحدث الأخ علي عن مشروعه في الانفصال وهذا حقه يا أخي ما في مثال ما فيش وحدة ومن حق الذين تحدثوا عن الوحدة أن يقولوا اليوم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر بالأمس كان في اجتماع مجلس الوزراء تعرض الأوضاع الإنسانية وأيضا ذكر بأننا بصدد جمهورية ثانية وبصدد وحدة ثانية بمعنى أننا في الحوار الوطني الذي قال الدكتور علي أننا لم تعرضنا عضو الحوار الوطني نعم وتعرضنا وكانت قضية الجنوب القضية الأولى في الحوار الوطني شكلية. ولك أن نقول أن تقول في الحوار الوطني صار قوام أعضاء الحوار الوطني
نصف من الجنوب ونصف من الشمال حسب الاتفاق، مع أن الجنوب 5 مليون مقابل لنقل 25 مليون في الشمال، ومع ذلك الإخوان تنازلوا. وكذلك نصت مخرجات الحوار الوطني على أن تكون نصف الحكومة من الجنوبيين والنصف من الشماليين، وعلى أن تكون نصف المؤسسات العسكرية من الجنوب ونصف من الشمال مع عدم وجود تناسب سكاني. لكن أقصد أن قضية الجنوب طرحت بشكل كامل، وجاءت مسألة الفيدرالية من أجل أن تحل مظلومية الجنوب، تحل مظلومية مأرب، تحل مظلومية تعز في إطار فيدرالي. لا أنتم موجودين، أنت لم تجبني على سؤال سعود. وزع الوقت أرجوك. نعم نوزع الوقت، أنت أخذت وقتك ربما أكثر حتى قليلا من الدكتور جميع. سعود إليك لأنه معنا ضيف كذلك من إسطنبول، نأخذ رأيه في الموضوع ثم أعود إليكما. الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ ياسين. سؤال كنت وجهته للضيف هنا في الأستوديو أبحث عنه، عن إجابة له عندك ربما فيما يتعلق بهذا الدعم وهذه الحاضنة الشعبية كما تسمى لعملية الحزم ثم إعادة الأمل حينما انطلقت، هل هي نفسها الآن بعد مرور كل هذا الوقت ولم يتحقق ما كان يأمل فيه المواطن اليمني أو كل ما كان يأمل فيه، هل ما زالت هي نفسها تلك الحاضنة بنفس الحماس وبنفس الدعم، أم هناك تآكل تراجع في هذه الحاضنة الشعبية؟ هل تغيرت أولويات المواطن؟ تفضل. تحية لك ولضيفك الكريمين. أعتقد أنه لا تراجع فيما يتعلق بتأييد عاصفة الحزم. إذا ما ربطنا هذه الأهداف الثانية التي من أجلها جاءت هذه العاصفة، وهي إعادة الدولة ودحر الانفلاليين وإعادة اليمنيين إلى خط السلام والديمقراطية، ولكونها تعمل أصلا تحت مظلة الوحدة اليمنية. لكن بطبيعة الحال هناك موقف بدأ الآن يتعاظم تجاه الانحراف الخطير في مهمة بعض أطراف التحالف، وبالتحديد الإمارات العربية المتحدة في المحافظة الجنوبية التي بدأت تتبنى موضوعا مختلفا تماما، بدأت تبني نفوذها الخاص في المحافظة الجنوبية، بدأت تكرس الواقع الانفصالي، بدأت تدعم بشكل واضح الدعوات الانفصالية، وتلقى تجاوبا أيضا وتنفق وتستثمر في هذا البعد التنفيذي، وهذه مسألة مستفزة للغاية. وأعتقد أنها لا تخدم مهمة التحالف العربي جناياتها النهائية. طيب أستاذ ياسين، لماذا بدأت هذه النزعة، نزعة الجنوبية، تعود للواجهة مرة أخرى في هذه الظروف؟ النزعة الجنوبية لم تبدأ الآن، هي موجودة ولكنها اليوم لاقت تشجيعا، وأعتقد أن نسبة هذه النزعة لم تتغير، فهي النزعة التي تبنتها إيران من قبل وتبنها المقلوع صالح في 2011 والإمارة اليوم تتبناها، لكن كم نسبتها؟ أنا أعتقد نسبتها الآن بدأت تتراجع. لماذا تتراجع؟ أردنا أن نتحدث عن تراجع الزخم فيما يتعلق بتأييد عاصفة الحزم. الأكثر هو هل هناك اليوم من يشجع التوجهات الإماراتية في الجنوب؟ أعتقد أن الذي تراجع اليوم هو هذا الزخم الجنوبي المتعاطف مع تحركات الإمارات. بدأ يتراجع بالفعل عندما بدأ يدرك أن الإمارة تستثمر بالسجون وتستثمر بمشاريعها السياسية والشؤون السياسية الخاصة، وتتجاهل بشكل كامل ما يتطلبه اليمنيون. كان الجنوبيون يعتقدون أنهم وقد تحررت محافظاتهم أنهم وصلوا إلى غاياتهم النهائية، وبالتالي كانوا يريدون. طيب أستاذ ياسين، يفتخرون به، لكن الذي حدث أنهم بقوا يعانوا من إشكالية جوهرية. طيب فيما يتعلق بالخدمات والحياة والتعايش. فيما يتعلق بهذه النقطة التي أشرت إليها، وهو الموقف من التصرف أو التحرك أو السلوك الإماراتي بالخصوص في الجنوب اليمني، يعني هناك أنباء تتحدث، ليس هناك شيء مؤكد، على أن هناك فعلا خلافا سعودي إماراتي حول الجنوب وحول المناطق اللي فيها الغاز والنفط كذلك، وحول الاكتساح البعض سماه هكذا للإمارات لسقطرة وأماكن كثيرة، موانئ كثيرة في اليمن. هل لهذه هذا الكلام المنشور في وسائل الإعلام، الخلاف السعودي الإماراتي حول إدارة المناطق المحررة، هل لديه ما يؤكده على أرض الواقع في اليمن؟ نعم له ما يؤكده على أرض الواقع. دعنا أولا نناقش هل هناك تنسيق إماراتي سعودي. أعتقد أن هناك سكوت سعودي عن التصرفات الإماراتية، لكن ليس هناك تبني سعودي للمخططات الإماراتية.
مسألة كما رأينا عندما حدث هناك انتشار ما يسمى بالنخبة الشبوانية مؤخرا في محافظة شبوة، كان هذا الانتشار يستفز السلطة الشرعية بشكل أساسي ويرسل رسالة سيئة بأن الإمارة فعلا تعمل على تآكل السلطات الحقيقية الشرعية. هي رد يعني مباشر على قرارات الرئيس بعزل محافظة شبوة على سبيل المثال، وإلا ماذا يعني أن تأتي بوحدة عسكرية وتسيطر على المناطق الحيوية في مدينة عتق التي تخضع أصلا لإشراف السلطة الشرعية ويتواجد فيها يعني وحدات عسكرية تنتمي إلى الجيش الوطني وهناك مقاومة إلى آخره. إذن هناك يعني جهد حكيم لتقويض سلطات الرئيس الشرعي الآن، وهذه مهمة تقوم بها الإمارات العربية المتحدة، وأعتقد أنها ترتبط ليس فقط في مساعي الإمارات بناء نفوذ خاص استقلال من علاقتها الخاصة وشراكتها الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واضح، وإنما أيضا تهدف إلى ما يتعلق بالمستقبل والترتيبة السياسية المستقبلية. فهي أيضا تفقد السلطة الشرعية حضورها الميداني ويعني وتحرق الكثير من أوراق هذه السلطة لكي لا يبقى بيد السلطة هذا الشيء. شكرا في المستقبل. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين تميمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول. دكتور مسفري، كانت لديك بعض الملاحظات حول كلام الدكتور جميح، لكن حق طبعا في الرد، لكن السؤال متعلق الآن، ما هي الطرق المتيسر الآن على الأقل بالوضع الآن إيجادها للخروج أو للتخفيف من مأساة اليمنيين الآن خاصة في المناطق المحررة؟ ما الذي يجب على الدولة الحكومة الشرعية فعله وبصفة عاجلة؟ أول شيء إيقاف هذه الافتراءات على الجنوبيين وعلى الحراك الجنوبي ومقاومة الجنوبيين. أي افتراءات؟ اللي يدعون الآن أنهم الجنوبيين هم اللي سبب المشاكل، أداروا ظهرهم على القضية المركزية هناك في تحرير صنعاء باعتبار جنوبيين يقولوا حتى اللحظة لحظة يعني الآن أخذ نعم لحظة فصل اليمن هو الذي سيحل الوضع الإنساني. هذا هو الجواب. السؤال لحظة لأنك أنت تتحدث والأخ التميمي لا أعطينا فرصة. الدكتور علي يريد أن يقول انفصال اليمن سيحل كل المشاكل في اليمن. لا الواقع قد الآن يتكلم داخل الجنوب كالتالي. دكتور المشكل هو سياسي ولا إنساني؟ لا كلاهما. لا 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 في الأصل لما نتحدث سياسي. على عذرا لما نتحدث عن المشكل الإنساني سببه سياسي. سببه سياسي. الأخوة مش معترفين إطلاقا بأن هناك في قضية محورية. أنا أرجو منهم أن يتجهون القضايا الاستراتيجية هناك في صنعاء استكمال تحرير صنعاء وبقية المناطق. ما دوركم يتركون الجنوب الشمال للتخلص من الانفصال. خلي الدكتور نبطئ من عملية تحرير صنعاء. يعني عندما تعلن فصل الجميع خلي يعبر هو عن رأيه ثم أعود لك. لكن أنا أريد نقطة بس وحيدة. ولا إذا أردنا أن نحرر صنعاء فإننا ينبغي أن لا نفصل انفصال الجنوب. هؤلاء يعني عندهم برونيا، عندهم مشكلة. دكتور علي أنت أجبني عن سؤال. هل أنت مع انفصال الجنوب الآن؟ أنا مع إرادة الناس داخل الجنوب. إرادة الناس. خليني من أسألتك أنت كعلي مصفري. كدكتور علي مصفري أنت مع هذه الفكرة انفصال الجنوب وعودته كما كان؟ إرادة الناس. الآن الواقع يتكلم كذا على الناس تقول نحن على انفصال. الناس يقولون يعني سؤال للجميع وهويتنا. خلينا أتركوا المرة دي. مصيرهم أول مرة يا أخي بنقرر مصيرنا. طردوا أبناء الجنوب، طردوا ظهر أحمر الميليشيات من عدن وحرروا الجنوب والآن يحررون. نعم أبطال. معسكر خالد أبطال. وأبناء نعم. الصبيحة في الطليعة وأبناء الجنوب يحرروهم. أنا أريد منهم يخلقوا كاريزما لأنفسهم أول مرة أبطال. من أجل أنهم أبطال. شكرا. نعم أبطال. أنا أريد منهم أنهم يخلقوا كاريزما يتوحدوا مع الأخوة نعم. الجنوبية. هذه المبادرة اللي أنا أريدها نعم. الآن أطرحها. المبادرة أولا أنهم يكفوا عن عملية اللغطة حول قضية الجنوب وما يدور في الجنوب ويديروا ظهرهم القضية الاستراتيجية، يتركون الجنوب للجنوبيين على الأرض مع الأخوة أيضا في الشرعية في إطار الشرعية. هذا في من أجل أن الجنوب يتحافظ. هذا تعميق للانفصال. هذا إعارة هذه وحدة حتى على الأرض فهو حتى الوعي يعني. هل تعتقد الجنوب الآن من أجل ميليشيات داخل صنعاء؟ دكتور مصفري دكتور مصفري ليش ما يكونش السؤال ليش ما يكونش أنه الآن بما أن الجنوب محرر تقريبا كله لبعض الجيوب أيوة. لماذا لا يساهم، لماذا لا ينزل بقوته الآن لتحرير الشمال والآن من الحوثيين؟ ماذا يعملون الآن في جبهة تعز؟ إذا يعملون هذا ما عادش في داعي للحديث على ضرورة الانفصال. عشرات عشرات عن الشمال لحظة يعني. يا عزيزي الآن من حرر المخا وحرر شرق غرب تعز والآن معسكر خالد بن الوليد يعتبر أكبر قاعدة عسكرية
العفاش والحوثيين حرروها ابناء الجنوب المقاومة الجنوبية صحيح بقيادة بقيادة جنوبية لكن جماعة لحظة يطالبون بهؤلاء اثنين خلص الفكرة تفضل ابناء الجنوب الان يريدون تطبيع اوضاعهم هل انكم بالشرعية تعتقلون كل الاموال هذه وتعملون الدسائس ضد الجنوبيين من اجل انهم لا يستطيعون تطبيع الاوضاع يا اخي هذه كليشة يكون من الجنوب يكون الجنوبي رئيس جنوبي يكون رئيس الوزراء يكون الحكومة كلهم الجنوب يريد يخرج لوطنه ما يريد ابدا مع الاخوه هو في وطنه والان والان هو يقرر الان يقرر ليش ليش تهتم بالجنوب؟ اهتم ناقش سمعه دكتور مسفري دكتور مسفري دكتور جميع يناقش يناقش سمعه كيف يخرج الحوثي من صنعاء لنهدى قليلا اقول انه صحيح ان الاخوان في الجنوب مشاركون في المعارك في الساحل الغربي موجودون نعم حررونا نعم أيوة. ليش لكن, لكن 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 الذين لكن الحراك الحراك الجنوبي طيب الحراك الجنوبي رجعنا من صنعاء بدون دعني أكمل الحراك الجنوبي الذي يعني يقول الأخ علي أن القوات من الجنوب جاءت إلى المخا صحيح لكن الذين يدعمهم الأخ علي يقولون يجب أن يعود وأن تعود القوات لأنه ليس لنا دخل بهذه المناطق عودوا هذه ليست حربنا وبالتالي هناك نوع من التناقض من جهة نقول نحن دخلنا في تعز وحررنا الشمال ومن جهة أخرى نقول عودوا الجنوب منفصل دكتور يعني في هذه النقطة حينما ترتفع بعض الأصوات تتحدث عن ضرورة انفصال الجنوب أو اهتمام الجنوب بمشاكله نعم نعم أليس هذا شكل من أشكال خدمة للمشروع الحوثي في حالاته؟ أنا أقول أن الكلام أنا ممكن أتحد مع تونس معكم افضل من تونس ثم اتيك والله موريتانيا ولا مع هؤلاء الناس طيب لا تونس مختلفين على اليمن ما يهمك انا زميلك يا اخي هذول هذول قتلونا طيب قتلونا ظهر احمر والله بريء انا لم اقتل احد لكن دعني اتكلم انت شارك بالكلمه يعني هل الدعوه للانفصال الجنوب تخدم الحوثيين مش بس يا اخي هات لي واحده اليوم لدينا اليوم دعني اتكلم بهدوء لدينا اليوم مجلسان انفصاليان احدهما في صنعاء هو مجلس انفصالي طائفي حوثي واحدهما في عدن هو مجلس انفصالي مناطقي في الجنوب الحرارة. الجنوب الحرارة. لا 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 قال انه مشارك مع الاخوه في التحالف العربي ومع الشرعيه مدعوم من الامارات العربيه الواقع هذا ما يقول عيدروس الزبيدي جاء بطائره خاصه اماراتيه الى عدن لا لا دكتور هذا معلومات مش تحليل مش تحليل هذه معلومات معطيات على الارض هذه ندعوها تعود الى اليمن والجنوب لتساعد اخواننا ما احنا ما ندعو فقط مجموعه معينه لكن يبدو تعرف الملاحظه في نهايه البرنامج للدكتور جميح والدكتور انه هذا يعكس الوضع اليمني فعلا ايوه لانه وهذا مش لا لا ما تحط عليهم يعني وانتم يعني تحمدوا ربي كذلك يعني بمعنى انا اقصد انه هذا الخلاف الموجود على الارض اليمن بين اليمنيين هو الارضيه التي تفتح الباب للحوثيين وتفتح الباب للتحالف العربي وتفتح الباب للإمارات وتفتح الباب لإسرائيل ولكل من هب ودب وللقاعدة وللجميع مش إسرائيل الإمارات قاموا أن يفتحوا لك كلهم مشاريع أنا أريد أن أسأل يساعدوك برواتب الأخوة نحن ندعو أيضا كل دول الخليج تفضل لو سمحت سؤال أخير اسأل الأخ علي هل هو يمني أو غير يمني بس وهو سيجيب لما تعترف بي أنت يمني أنا أقول أنت يمني أنت تعترف بي أنت يمني نفحص الدين أنت يمني الوحدة اعترفت بالجميع يا أخي ما في وحدة لحظة لحظة لا يتهرب نفحص الدين لا يتهرب هل أنت يمني ولا مش يمني أنا قلت لك نفحص الدين أنت يمني اعترف بي أنا يمني نعم اعترف أنت يمني اعترف بالجنوب العربي وأنا بعترف إذن هو لا يعترف أنه يمني هو لا يعترف انه يمني الاخوة يعني الدعوة وصلت الى مسألة يعني بمعنى الرجل لسنا يمنيين لا ولا معنى يعني افهمك يعني بهذا ولا المعنى ولا افهمني ولا حاجة هو إيه؟ انت لم ترد انت يمني هو انت لم انا قلت لك انت يمني نعم انا مش أقول انا مش منكم انت علي المصفري يمني اذا كنت انت مجرم تقتلنا كيف انا بكون معك في صفك يعني لست يمني ما بقولش ولا يمكن ابدا يا دكتور مسفري تسعينات القرن ماذا حصل لا يعني الوحده اللي هذه حصل وحده كانت ما هي يعني فاجرة. شكليه يعني لما يعترف بي انا بجميع الحوار الوطني الم يكن الجنوب موجود وممثل في هنا انا اعترف على المصدر اليمني انا اسالك سؤال استاذ الكريم النتيجه على الجميع على الشمال وعلى الجنوب استاذ الكريم سمير اريدك انه هل الان الواقع على الارض يقول انه في واقع داخل الجنوب واقع هناك الجنوبيين لا يريدوا حاجه يريدوا وطن
يحميهم ويحترمهم في هذا الموضوع مرة أخرى إن شاء الله، ونجيبكم أنتم الاثنين كذلك لعل تكون الظروف على الأرض تغيرت إن شاء الله تتغير نحو الأفضل إن شاء الله قريبا إن شاء الله. الدكتور جميح قال هناك تغير بطيء لكن موجود في نهاية الأمر، لكن إن شاء الله بعد أسبوع نشوف ما الذي حصل. نحو الأبديتين اليمنيون يختلفون في الفضائيات لكنهم يتفقون في الطاولة، وهذا جميل جدا، هذا جميل جدا. وهذه كانت الثورة اليمنية الأخيرة، هذا ما سمي بالربيع العربي، كانت كذلك مثال رائع جدا من أروع أنه برغم السلاح المتوفر وكل واحد عنده قطعة سلاح، لكن لم يستعمل السلاح اليمنيون إلا حينما دخل الحوثيون. ثورة التغيير، شكرا اللي كنا نحبها نحن. شكرا جزيلا واقع الشمال. الدكتور محمد جميح الكاتب الصحفي، الدكتور علي المصفري الكاتب المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لكما على قبول الدعوة لإثراء هذه الحلقة. الشكر موصول إليكم سيد الكرام على حسن المتابعة. موعدنا بحول الله في لقاءات أخرى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.